مازال معانا الأستاذ أحمد من داخل مزرعة الحمام اللحم يورو بيجون. لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون. ده ختم الشركة يا أستاذ أحمد؟ وده الرقم بتاعه، ده مختوم في الجناح ما ينفعش يطلع. ده الختم في الجناح بيتحط على الحمام وهو لسه عمره صغير. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذ أحمد. طيبة يا حاج مصطفى، والمتابعين كلهم بخير وبصحة وسعادة، ربنا يتقبل منا وصالح الأعمال يا رب. آمين يا رب العالمين. بس أنا شفت عند حضرتك حاجة أنت عاملها، بتضيف حضرتك العيش، فطبعا العيش فيه اختلاف، اللي بياكل عيش اختلاف على حاجتين اتنين، العيش والعلف. احنا بنسال الناس هنا اللي في مصر عموما مختلفين في الحاجتين دول. احنا هنتكلم على كل الحاجات دي في الاسئله، بس اول هنوريهم الاله بتاعه تكسير العيش اللي عند حضرتك، وبعد كده هنجاوب على كل الاسئله. دي انا كنت شفتها معموله في مكان بس مش فاكر فين بصراحه يعني، ورحت عند حداد وشرحت له ونفذ لي الفكره دي تمام. وانا جيت هنا انا بقى ايه، بدل ما كنت مثبتها في جرده البلاستيك وبتقعد يتحرك، فعملت طوب وثبتها في الطوب عشان ما تتحركش تبقى جامده. بنت الصغيره حتى كمان هي بتقوم قاعده على الكرسي هنا وحاطه العيش وشغاله مكسره. اي طفل بيشتغل عليها يعني. عباره عن شرايح حديد كده متلحمه، شرايح حديد متلحمه، وقصادها الناحيه الثانيه نفس الشرايح متلحمه بس عكس دي، يعني الشرايح دي بتدخل في دي. ايوه كانها اسنان مشط بيخشوا في بعض يا جماعه. بعض يعني بتدخل الشريحه بتدخل كده، فانت بتحط العيش هنا كده وتنزل دي، فالحديد ده بيدخل في الحديد ده يقوم مكسر العيش. هنشوف كده اهو. هنشوفها كده. كل اللي انا اعمله اهو. بس العيش نزل تحت اهو يا جماعه. هو عامل لها حتى الطويل ده بقوم عامل كده بس، خلاص خلصت. تمام نازل تمام كويس. ما عادش في حاجة هنا اهو. خلص. في ناس بقى بتعمل بالكهرباء مكن ومش عارف ايه، وتجيب شنيور وتلحمه في حلة ومش عارف ايه، كل الكلام ده هي في افكار كتيرة بس دي سهلة يعني. اسهل حاجة يعني افتكر انا ما عملت دي كلفتني تقريبا 150 180 جنيه حاجه هي من غير اي كهرباء من غير اي حاجه. ايه ده عيل صغير بيقعد يتسلى فيها ويقعد يلعب كده تلاقيه مكسر لك العيش اللي انت عايزه. ما شاء الله ما شاء الله. هل العيش مفيد للحمام؟ العيش مفيد جدا للحمام. العيش فيه خمائر، فيه فيتامينات وفيه نشويات، الحاجات دي كلها مفيده للحمام يعني، حتى بتسمن الحمام لما يعني بيكون تحته زلاليل وكده، وسهل الهضم بالنسبه للحمام. يعني حتى الناس اللي بتيجي تعمل ريجيم اول حاجه يقول له امنع العيش. اول حاجه صحيح امنع العيش، العيش بيزود الجسم. تمام. فده لما يكون فيه زغاليل ولا حاجه انا بحط عيش، يعني انا مثلا بحط على الكلفه 10 كيلو، بحط لي مثلا 5 6 رغيف، اقوم حاطط منشف شويه وبقوم مكسرهم ومخلطهم فين؟ في الكلفه واحطهم للحمام. طيب حضرتك بمناسبه الايام دي الكلفه غاليه، الناس كلها بتحاول تشوف اي بدائل تاكل منها، بدور على اي حاجه رخيصه ياكل منها، فطبعا العيش ده المدعم او مثلا الناس بتصفي الحمام. بس هو هنا برضه السؤال، هل ينفع اكل الحمام عيش بس؟ لا ما ينفعش طبعا. ما ينفعش. ما ينفعش. تمام يبقى ما ينفعش العيش زي ما احنا قلنا بكميات قليله. لو تجيب شويه عيش تحط عليهم شويه عويجه بالعاديه، مش ما تجيبش العويجه العاليه قوي، شويه عويجه والعويجه بالعاديه على شويه ذره صفراء على شويه قمح، خلصت تمشي. طيب بتحط عيش قد ايه مثلا على كل كيلو؟ نقول مثلا على كيلو، كل كيلو مثلا نص رغيف، كل كيلو ونص رغيف. كانك بتحط لهم خمائر، بتعتبره خميره لل يبقى مش كتير يا جماعه. فين لا العيش يكون خد مالك ان انت هتاكله يعني، ناس ممكن يعني يجيب العيش عفن في الكيس. لو مش طيبين النهارده كنت هاخد لهم انا. لا انا بقول لان في ناس يقول لك ايه العيش الفايض وسيبه في الكيس لما يعفن وبعد كده ياكله مكان جيد للتهويه عشان تفرده وتنشفه الاول ما هيعيش معاه. في ناس بتقول ان هو بيحط العيش للاهالي اللي بيضها فقس جديد علشان يعمل لبا او تلبين، يعني هو فعلا هيزود التلبين او اللبا، ولا هو الحمام ياكل اي اكل هيجيب اللبا؟ انا بصراحه ما عنديش معلومه، بس هو كويس في اللبا يعني في التلبين، يساعد على الحمام بيهضمه بسهوله، وبالتالي بيديه للزغاليل لانه بيبوش في الميه بسرعه. لكن انت مش بتنقي اللي تديله اللبا يعني بعد اللي معاه زغاليل؟ كله بياكل اكل واحد، خلطه بخلطه، وكله بياكل، اللي عايز من ده بياكل، اللي عايز من ده بياكل، كله بياكل اكل واحد. تمام. الحمام عارف على فكره اللي مفيد ليها ايه وبتاكله،
طيب جينا بقى للسؤال اللي هو العلف، هل حضرتك بتضيف العلف للكلفة ولا انت ضد الفكرة دي؟ لا انا مش ضدها بصراحة، بس انا ما بضيفش علف. فكرة العلف، لان فكرة العلف دي لازم تجيب علف من مصدر موثوق جدا ويكون علف طازج. يعني انا اكلم حضراتكم على الشركة الفرنسية. الشركة الفرنسية بتبقى عاملة اكالة اوتوماتيك كبيرة، كل عنبر في اكالة اوتوماتيك كبيرة. الاكالة دي متقسمة ثلاثة، غلة او قمح وعلف ودوره صفراء بس. يحطوا كل صنف لوحده؟ اكاله متقسمه ثلاثه من جوه. جزء من العلف الاكبر، الاكبر علف، والجزء الثاني دوره صفراء، والجزء الثالث قمح. تمام. الحمام ومفتوحه قدام الحمام، بس دي انا ما اعرفش بقى، لان حاولت ان انا اوصل للموضوع ده وهوصل له ان شاء الله. هل الاكل موجود قدامهم من 24 ساعه ولا حاطينه؟ لان دي ثابته. بمواعيد زينا يعني. الأكلة دي ثابتة موجودة ما بتتقلقش، بس بيفتحها من بره ويحط فيها، يفرغ فيها الشكاريه. ما شاء الله. تمام. علف بس تعرف طبعا، هو مطلوب لان هم اللي عاملينه او جايبينه من مصدر موثوق. ما احنا لسه هنسأل في السؤال ده. بما ان حضرتك كنت في الكويت والتربية بتختلف طبعا من بلد لبلد، والأعلاف بتختلف، والأكل احنا هنا طبعا كل المشهور عندنا الكلفة. هنا معظم المربين بيربي على الكلفة، في اللي يقول لك العيش مضر، وفي اللي يقول العلف مضر، وفي ناس بيقول لك انه بيأكل كل الكلفة علف بس. فهل في علف مخصص للحمام في الكويت ولا هو نفس علف الفراخ؟ يعني الناس هناك بتربي الحمام اللاحم للأكل. يربي الحمام اللحم ايه؟ للاكل. مش بقى يقول لك ده انا عندي سلاله، وانا السلاله دي بقى بتوع الشركه الفرنسيه. اللي بيبيعوا سلاله بتوع الشركه الفرنسيه. تمام. لكن اللاحم اللي موجود هناك الابيض او السيلفر كله للاكل. تمام. الزغال بتطلع بتتباع للذبيح. للذبيح. فهو عايز يسمنها. بياكل علف. تمام. في ناس بتاكل علف فقط لا غير. تمام. في ناس بتاكل شعير فقط لا غير. الشعير اللي هو ايه بقى؟ الشعير. الشعير. مش الرز الشعير، لا الشعير. طب السلايه اللي بتبقى فيه دي اكيد؟ في شعير بيجي من غير السلايه. يعني متخصص مخصص للحمام الشعير. الشعير هم بيستوردوه اصلا يعني. تمام. شعير فقط، ما فيش حاجه ثانيه خالص غير الشعير بس. في ناس بقى اللي هم بتوع الحمام الزينه والكلام ده بيجيبوا الكلفه زي اللي عندنا دي، بس الكلفه هناك غير اللي عندنا خالص. بتلاقي فيها مثلا 30 نوع اكل، 100 انواع الدوره العويه ده ما فيش فيها دوره صفراء. نادرا لما تلاقي فيها حبايه ذره في شهر، مفيش فيها فول خالص، فول خالص ده مفيش. مفيش. انواع بقى فول صويا على مش عارف بسله خضراء، على بسله سوداء، على بسله زرقاء، على بسله حمراء، انواع حبوب لا حصر. هو الحمام هياكل كل الحبوب، مش هيقول لا، مش هيقول لا، ما هياكل كل الحبوب، لكن المهم هنا ان يكون مفيش عليها البودره اللي التجار بيحطوها عندنا. لا لا ممنوع. البودره اللي طبعا عاليه جدا. بالظبط، احنا هنا بنشتكي دايما من البودره. الشجره بتيجي مبرشمه، ولو حصل فيها اي مشكله طبعا ده هيروح في طبعا. لكن الشكارة العلف مرسوم عليها الحمام، مخصصه للحمام اظن. طبعا ايوه. مش مش بتاع الفراخ. لا لا، وفي حاجات بتبقى مستورده كمان يعني مش معموله. احنا يبقى احنا هنا بنقول للناس اللي هي ما تاكلش العلف الا بنسبه قليله، لان احنا بنستخدم بتاع الفراخ. لا، يكون افضل علف حمام. لو علف حمام مكان موثوق منه ما يكونش متخزن. بدا يتعمل في مصر علف الحمام ده، بس لسه مش كتيره يعني. لا، مش كده، في ناس بتعمل علف كويس وناس مبسوطه بيه، وناس عندها حمام زين عرفها وعندهم قنوات على اليوتيوب بياكلوا علف بس، مش علف فراخ. علف حمام. علف حمام مش علف فراخ. مش علف فراخ. تمام. لان علف الفراخ معمول لتسمين الفراخ. الفراخ تتساوي. عايز تاكل علف فراخ حط شويه علف بياض. علف بياض بكميه قليله. لكن ما تحطش علف فراخ. مش علف التسمين، لان الفرخه معموله لعمر معين وايه. طبعا. من السكينه. 40 يوم. راجل بتربي حمام عايز الحمام يقعد معاك 10 15 سنه، هيسبب في سموم وكلام بيتسمن، وهتسمن ومش هتبيض بعد كده، كانكر وكلام. وهتعمل سموم فطريه، تكيس على الموبايل ودهون وكلام. بالظبط. احنا بنشكر حضرتك يا استاذ احمد، شرفنا والله بمعرفتك.